ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، واهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة لسيدة تركية تنسيقها لبيتها وترتيبها وعلاقتها ببناتها، بسم الله ما شاء الله التلاتة، وازاي بتنسق كمان ملابسها زيهم، وازاي بتعلمهم يساعدوها في البيت. فيديو حلو جدا وتحفيزي، والكل ام بقى والكل سيدة عندها بنانية امارات. شوفوا بقى الفيديو معايا واستمتعوا بالفيديو الحلو قوي ده. هنبدأ من اول ما كان عندها البنوتة دي لحد ما ان شاء الله بقى عندها 3 بنات، دي اصغرهم زي ما انتم شايفين كده، دي اخر العنقود. بص بقى الصالون بتاع ستيل في اسود حلو قوي، يعني راقي جدا اللي يختار الاسود مع الجولد، طبعا اللونين حلوين قوي مع بعض. بص بقى هتبدأ دلوقتي تنسق المطبخ، بتحط استيكرات كده، ودايما بتشوفوا دي في المطابخ التركي. وعلى فكرة ده مش سيراميك المطبخ، هتشوفوه كان سيراميك لون تاني، وتحط على الباب كده. حطولنا لايك للفيديو ده، والاول مرة يشوفنا في القناة يا ريت تشترك معانا، تستفيدوا من الافكار والديكورات كل الحيل اللي بنقدمها. بصوا ده كان شكل المطبخ، الرخامة من ورا كده الشكل كان سيراميك عادي. بصوا بقى تنسيقاتها للغدا المقاد. بصوا دول 3 بنات ولادها، طبعا معاها ولاد كمان صحابها، بس هي عندها 3 بنات. هي عاملة دلوقتي عزومة مع اصحابها، وبدأ اشوف بقى تجهيزاتها كمان في رمضان وتنسيقات رمضان. هي تبدأ تحط كفر للسجادة، انتوا عارفين كمان الاتراك مشهورين قوي تنسيقهم للسجادة. تشوفوا تشكيلة سجاد حلوة قوي، الكفرات بتاعتها بصوا الكفر تحفة. يعني لو انت سجادة جرام او عاوز تجيبي حاجة فاتحة يبقى يفضل الكفر، لان الكفر سهل اللي بتغسليه في الغسالة وتنضفيه. هنا بقى تبدأ تعمل حنة ليها وللبنات بقى احتفالات العيد. بصوا كده الفيديو ده بنفصل شوية عن تفاصيل الشقة والديكورات، وبتعمل لهم كمان على شعرهم حلو قوي الفكرة بتاعت الشعر. هي مهتمية جدا بتفاصيل البنات وتفاصيل يومياتهم معاها. لو حابين نوعية دي من الفيديوهات اعرض لكم، بس اكتبولي في الكومنتات. بصوا كده شكلها حلو قوي، فكرة ان انا اعمل لهم في شعرهم الفكرة دي. هنا هتبدأ تنضف الانتري بتاعها. بص دي حاجات بتبقى جايه مع زي المكنسه كده، دي بتبقى حلوه قوي بتنظف. هي بتحط طبعا كلور وخل وتنظف بيه، بس طبعا الكلور معدل اقل عشان تنظف بيه البقع وتطهر كده زي ما انتم شايفين كده كل الاماكن. طبعا المساحه دي بتنجز جدا يا بنات في التنظيف. هنا بقى بص بقى اختياراتها للالوان حلوه قوي قوي. السجاد المجموعه السجاد اللي هي تحطها دي انا شخصيا عجباني قوي، الوانها جريئه وحلوه جدا، يعني هي عامله منه للمطبخ. وبصوا كمان في كمان للاوض اهو، للطرقه كده وبرايه المطبخ نفس التشكيله حلوه جدا. السجاده تحفه صراحه، عجباني قوي. هنا كمان بتعلم ولادها قراءه القران الكريم. انتوا عارفين ان تركيا ما بيتعلموش بالعربي، لكن هي بتعلمهم لغه القران. بصوا بقى تجهيزات سفرة في احتفالية عيد ميلاد. بصوا عندهم اساسي ورق العنب، بيعتبروه زي المقبلات بالظبط، مش مجرد بقى مع غدا، لا هو زي ما انتم شايفين كده حتى في عيد ميلاد حاطين ورق العنب ده اساسي عندهم، طبق ورق العنب. طبعا الاتراك وزي ما شفتوا كتير في فيديوهات انا قدمتها بيهتموا جدا بتنسيقات القهوة بالفناجين. بصوا بالحاجات اللي حطوا فيها شوكولاتات حلوة قوي قوي، الافكار بيولعوا كده جنب القهوة كده عشان تفضل القهوة سخنة. هنا بقى روتينها اليوم في تنظيف الحيطان، المساحات بتبقى حلوه جدا. طبعا هي بتغير كمان الحاجات بتاعتها، فسهل انك تمسحي الارض وبعدين بتغيري الغيار بتاعها تمسحي بيه الحيطان. دي بنوتتها الصغننه. بصوا ده السيراميك اللي قلتلكوا عليه، هي غيرته بصوا اهو بشكل تاني ابيض زي السيراميك بالظبط، ورق حائط كده بتلف اهو، خلى المطبخ شكله اختلف. هي كده مع بنت اللهم بارك. بصوا كمان منسقه مع بنوتتها الصغننه اللون الموف اللي هي لابساه فستان والابيض. هنا بقى دي بنوتتها وهي لسه مولوده، وهي كمان ما شاء الله لابسه ابيض في بنك. السرير بتاع البنوته اهو برضو، والكوشنز ابيض في بنك، هي لسه كمان في المستشفى. دي بقى بصوا بعد ما كبرت شويه اهي لابسه الجولد في الاسود مع بنتها الكبيره.
هي كمان منسقة معاهم نفس الألوان، يعني معظم الفيديو عن اختياراتهم وتنسيقهم للولاد كلهم مع بعض. دي أوضة نوم الأطفال، دول البنتين الكبار أهم. الأوضة بصوا بالبينك والأبيض، سراير كمان صغنن. مساحة الأوضة كمان مش كبيرة، بس حاطة فيه أدراج عشان تبقى برضه كمنظم. هنا هتغير تاني سجاد المطبخ، اهتمامهم بالسجاد طبعا الأتراك والمطبخ ومساحته. بصوا هنا كمان غيرت شويه في شكل الاوضه عشان في ستريل بقى لونه جديد، حطت المستردة مع الابيض حلو قوي، لو طالعين قوي مع بعض. مع السجاده برضو اهم، برضو نفس الرسمه، ده سرير للبيبي نفس رسمه المفرش بتاع اوضه السرير بتاعهم. بصوا هنا كمان غيرت في السراير الاكبر شويه للبنات لان البنات ما شاء الله كبروا، مع السجاد برضو تغيير ليه. بصوا هنا دي برطمانات عادية بتاعت اهي، ابيض خالص شفاف، حتى لو برطمانات عندك باقية هي عملتها باللون الجولد، كانت حاطة كمان ستيكر عشان يبان اللون الشفاف ده. بصوا شكلهم حلو جدا جدا اهو، حطت فيها بقى شوكولاتات. تاني تغيير لسجادة المطبخ، بس راح السجادة التانية كانت عجباني اكتر، اللي فيها زي الريش كده بألوان جريئة اهو. هنا بسم الله ما شاء الله الصغننه قاعده، واخواتها بقى الكبار بيظبطوا معاها. عاجبني كمان هي بتشارك ولادك، ولادها بيشاركوا معاها تجهيزات الفطار تنظيفات، فده حلو جدا بيعلم البنات من صغرهم ان هم يبقوا نضاف ومنظمين. بصوا بقى تبدا روتينها اليومي في التنظيف بمساحه، وجنبها بنتها الصغننه. والجميل في الفيديو ان ممكن تتفرجي على الفيديو انتي، ولو عندك بنات بقى صغننين اتعلموا كمان فكره ان البنت تساعد مامتها، بتنمي عندها وهي صغير، بدل ما تقولي يعمل، لا هي تعمل ايدها في ايدها بالظبط زيها كده. بصوا كمان لون السجاده اللي حلو قوي، ده الشكل النهائي للسجاده. هي بيتها بسيط لكن منظم جدا، والجميل في البيت اهو. بصوا ده السيراميك شكله اول ما تعمله بالابيض. بصوا هنا بقى غيروا لون تاني اهو، هنا دي ترابيزات جايباها اونلاين وتبدأ تركبها هي برضو والبنات، ان البنات يشاركوا في كل حاجة بيبدأوا يعتمدوا على نفسهم، لكن ان الام تسيب بناتها لما يكبروا خالص تقول لهم اعملوا او رتبوا في البيت صعب انهم يعملوا ده. بصوا الترابيزات شكلها حلو قوي، هنا كمان بتنسق لبسها هي والبنات اهو، والشوزات واللبس والفساتين بقى زي بعض، الاحمر في الاسود كانت لسه صغننة ما جاتش. بصوا الجمال. هنا المنظمات بقى بتاع الشرابات والرفاية، دي حلوة جدا يا بنات مش غالية، بتنظف وتنظم الدولاب جدا جدا، وكمان مش تمنها غالي اهو، حلوة قوي خاصة بقى الرفاية بتاع البنات. اتمنى ان الفيديو النهاردة ان شاء الله يكون عجبكم، وتكونوا استفدتوا منه وخدتوا افكار كتيرة منه. واستنى بقى رأيكم في الكومنتات ولايكاتكم القمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا فيديو جديد بإذن الله.